أهلا بكل حضراتكم، وهذه التغطية العاجلة والخاصة بتطورات الأوضاع في تونس، حيث أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وإعفاء وزيرا الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إنه تم تكليف سهام البوغديري نميصة بتيسير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريم من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصالات وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتيسير وزارة تكنولوجيا الاتصال. إذن من جديد، الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر قرارات جديدة بإعفاء وزيرين من منصبهما في الحكومة. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم بقصر قرطاج الرئاسي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، والذي حمل رسالة شفهية له من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للرئيس التونسي بوزير الخارجية الجزائري، حيث كان قد استقبله في قصر قرطاج يوم 27 من يوليو الماضي بعد إعلان سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل أيضا اليوم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وخلال لقائه تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد، حيث أكد أن من يتاجر بصحة المواطنين لا مكان له في الدولة، كما حذر من التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية. وأكد قيس سعيد أيضا أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات في تونس، مشددا على أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات. كما أكد الرئيس التونسي خلال لقائه بالعباسي وجود اتصالات بدول صديقة لخفض العجز المالي. وقام الرئيس قيس سعيد بجولة مفاجئة لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما أشرف على تسليم 1,500,000 جرعة من لقاحات كورونا قدمتها إيطاليا، حيث أصدر الرئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وإعفاء وزيرا الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها أنه تم تكليف سهام البوغديري نميصة بتيسير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريم من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتيسير وزارة تكنولوجيا الاتصال. إذن من جديد، الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر قرارات جديدة بإعفاء وزيرين من منصبهما في الحكومة. إلى هنا انتهت تغطيتنا العاجلة حول تطورات الأوضاع في تونس. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.